وللحديث بتفصيل أكبر عن الأسواق العالمية تنضم معنا عبر الإنترنت لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي. أهلا بك لينا. بداية، تصدير اللقاحات وتوزيعها للعالم، إلى أي مدى هذه الخطوة ستساهم في دعم التعافي الاقتصادي العالمي؟ نعم، بالفعل يعني سرعة التطعيم واللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا يعطي دعم بالتالي للأسواق المالية، ولاحظنا الأسواق الأمريكية ارتفعت بشكل كبير وإلى مستويات قياسية، حتى أن جولدمان ساكس مع تلك سرعة التطعيم يعني عدل من توقعاته للتعافي الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع أنه في الربع الثاني من عام 2021 راح يرفع توقعاته إلى نمو بنسبة 11% بدلا من توقعاته السابقة بنسبة 10%، وعم بتوقع أيضا ارتفاعات أيضا نمو خلال عام 2021 بإكمالي ب 6.5% وفي عام 2022 ب 4.5% تقريبا، يعني وخاصة أنه جولدمان ساك عم بتوقع أنه في حزمة التحفيز الأمريكية أنه رفع توقعاته أيضا من 1 تريليون و100 مليون إلى رفع إلى 1.5 تريليون دولار، فبالتالي يعني هذه الحزم التحفيزية اللي عم بيحاول إدارة جو بايدن إنه بواحد تمريرها ب1.9 تريليون دولار أو تمرير الجزء الأكبر من ذلك، وأيضا سرعة التطعيمات واللقاحات لفيروس كورونا، كل هذه عوامل عم تدعم الأسهم والأسواق الأمريكية بشكل عام، حتى أنه عم نشوف تحسن في التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، وأيضا هذا مرتبط بشكل كبير بحزمة التحفيز برأيي، يعني هون يؤكد مدى حاجة الاقتصاد أيضا. طيب لينا، بالنسبة للنفط، النفط اليوم يتخطى مستويات 61 دولار، ما هي التحديات التي قد تواجه النفط وتمنعه من الاستمرار في الصعود والحفاظ على هذه المستويات؟ يعني أسعار النفط كما ذكرنا يعني سرعة التطعيم، حزمة التحفيز، أيضا الطلب الآتي من النفط حيث عدد من الناقلات البحرية يعني تذهب إلى الصين، وأيضا الطلب إلى الهند، وأيضا إضافة إلى الالتزام من قبل أوبك بلاس بالتخفيضات الإنتاج، وأيضا تخفيض الطوعي من قبل المملكة العربية السعودية، كلها عوامل تساعد على أسعار النفط على الارتفاع، وهذا ما شهدناه إن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 13 شهرا، يعني تقريبا في عام تلك المستويات. التحديات التي ربما تواجه أسعار النفط رغم توقعات أن تستمر هذه الارتفاعات، نحن نتحدث عن 58 دولار للبرنت إلى 65، ربما التحديات هي الإغلاقات الاقتصادية، رغم أنه عدد الارتفاعات في عدد الإصابات بفيروس كورونا عم بيقل، لكن إذا حصلت إغلاقات اقتصادية مستمرة هذا شوي رح يعطي نوع من الضبابية حول أسعار في الاقتصادي العالمي، و ايضا يعني ربما اذا عودت الخلافات يعني داخل اوبك بلس بسبب مثلا عوده الانتاج الايراني او الليبي او عدم نسبه الالتزام من قبل بعض الدول نسبه الامتثال، ربما هذا تحدث نوع من التحديات او تعطي بعض المحدوديه لاسعار النفط، لكن يظهر انه الاتجاهات صاعده لاسعار النفط، هذا ما نتوقعه. نعم، خاصه في النصف الثاني مع استمرار التطعيمات والتطعيمات. طيب بالنسبة للدولار، أيضا الدولار اليوم ينخفض للجلسة الثالثة على التوالي مقلصا مكاسبه هذا الشهر، تفسيرك بالنسبة للدولار؟ الدولار يعني بعد ارتفاعاته كان ينخفض للشهر او لليوم الثالث على التوالي مع حزمه التحفيز، مع الامال بحزمه التحفيز، هذا عم بياثر على الدولار الامريكي، لكن المشكله تكمن في ارتفاع عوائد السندات، هناك من يربط ارتفاع عوائد السندات الامريكيه بالدولار، لكن اذا نظرنا الى منذ مارس عام 2020 كيف انه عوائد السندات الامريكيه تراجعت الى ادنى مستوياتها تاريخيا، يعني وصل إلى السالب، لكن بعد ارتفاعاتها شهدنا تراجع للدولار الأمريكي، لكن ما حصل على الدولار خلال الفترة الماضية مع عوائد السندات الأمريكية هذا الربط هو فقط على المدى القصير، لكن على المدى الأبعد قليلا فهو أن التوقعات يرجع الارتباط عكسي بين السندات وأيضا بين الدولار الأمريكي، يعني عودة إذا كان هناك ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية راح يكون انخفاض إضافة إلى المخاوف التضخمية، وهو هذا الهاجس
الحاجز الأكبر لتراجع الدولار الأمريكي. أيضا يعني هناك أيضا شهية لأخذ المخاطر، البحث عن شهية المخاطرة، فهذا أيضا من يعني الأشياء اللي عم تخلي إنه الدولار منخفض. هذه العوامل برأيي متوقع أنا استمرارية تراجع الدولار الأمريكي خلال عام 2021 مع هذه العوامل، وأهمها التضخم، وأيضا بالنسبة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضا، وأيضا على الحقائق وأرقام كوفيد 19 أيضا ربما يعني يعني تلعب الدور الأكبر. طيب بالنسبة للذهب إلى أين يتجه في ظل غياب المحفزات خلال هذا الأسبوع باختصار؟ عفوا لم أسمع سؤالك. بالنسبة لأسعار الذهب إلى أين تتجه خلال هذا الأسبوع في ظل غياب المحفزات؟ بالنسبة لأسعار الذهب بالعكس أنا رأيي تستفيد الآن أسعار الذهب نحو الارتفاع لأن حزم التحفيز التي تقترب، وخاصة بعد كولدمان ساكس ورفع توقعات لتلك الحزمة إلى 1.5 تريليون دولار، فهذا عامل داعم جدا للذهب، وأيضا المخاوف التضخمية من ارتفاع التضخم مع هذه الحزمة التحفيزية، فهذا رح يدعم أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.